أجدد الترحاب بكل مشاهدينا الكرام، بكل متتبعي قناة شوف تي في الأوفياء من مدينة بني ملال في هذه الجولة الليلية بشوارع المدينة. طقس بارد شيئا ما هنا وأجواء مثيرة بالشوارع التي أصبحت خالية. بعد حرارة مرتفعة بجهة بني ملال خنيفرة وسط النهار، خصوصا بمناطق أفرار بإقليم أزيلال، كذلك بسوق سبت ولاد النما بإقليم الفقيه بن صالح، يا مناطق كانت فيها الحرارة اليوم مرتفعة وسط النهار. هذه هي الأجواء هنا، أنقلها لكم بالصوت والصورة من شارع محمد الخامس بطريق قصب التادلة. كذلك نايض النشاط في هذا الاتجاه، طقس بارد شيئا ما هنا ببني ملال وبنواحيها كذلك بأقاليمها الخمسة، لأن بني ملال أذكر توجد بين سلسلتي الأطلس المتوسط والأطلس الكبير، تلقب بجوهرة الأطلس المتوسط وعاصمة جهة بني ملال خنيفرة. نوصل بكم اللحظة شارع أحمد الحنصالي وسط المدينة. إذن مشاهدينا الكرام، أضرب لكم موعدا في بث مباشر آخر من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحية أخوكم طارق
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ليلتكم وأمسيتكم سعيدة كذلك، وإلى اللقاء.